السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناتنا شارع بين الحارات. معانا مشروع زينة رمضان 2022، طبعا أسعار ممتازة جدا جدا جدا. ده محل في الموسكي، اللهم صل على النبي، ده أرخص محل فيكي يا عتبة تمن، بيديكي بسعر المصنع، يعني حاجة ممتازة جدا جدا جدا. فرع السيري ده عنده اللي هي اللمبات دي بتبدأ من 12 جنيه، جملة الجملة من 12 جنيه، جملة الجملة يعني حاجة كويسة جدا. العنوان والرقم التليفون هتلاقوه في آخر الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ابدأ اعمل مشروع، لو معاك 1000 جنيه هتعمل بيه 1000 جنيه. مشروع من ده حلو أوي 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 أوي. لو بـ1000 جنيه، بـ1000 جنيه هتعمل مشروع رمضان، وهيفتح عليك الخير كله إن شاء الله. شهر رمضان شهر البركة والهنا كله لكل الناس. ابدأ انزل اعمل المشروع ده، مشروع حلو جدا. لو عملته في البيت هيبقى حلو جدا. لو عملته عليك على صفحتك على الفيسبوك وبدأت توزع بيها على الانستجرام هيبقى حلو قوي قوي قوي. المشروع بتاع رمضان دوت، ومحدش يستغنى عن الحاجات بتاعت رمضان دي. العنوان اهوت والتفاصيل بتاعت كل الفيديو اللي في الفيديو والانستجرام بتاعه اهوت. لو حابب تسجل الانستجرام بتاعه وتنزل المحل ده، ارخص محل فيكي يا عتبة. فعلا المحل حلو جدا جدا جدا. وانزل اعمل مشروعك واتصل واستفسر منه عن اي حاجة. راجل محترم جدا 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 جدا. وعجبك الفيديو ما تنسناش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان نوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل عام وانتم بخير يا رب. رمضان